يا مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج آخر ساعة. هنسلط فيها الضوء على عدد من الملفات الهامة. أولا طبعا هناك متابعة من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مع عدد من المحافظين، كان بالفيديو كونفرنس. موقف طبعا حالة التقلبات الجوية، احنا ملاحظين انه في يعني انخفاض كبير في درجات الحرارة بالأمس والنهاردة واحتمال كمان الأيام المقبلة، في إجراءات طبعا متخذة لمواجهة وتوجيه كمان بضرورة التحرك الفوري لمتابعة الموقف الميداني على الأرض والإسراع طبعا بكسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطريق. طيب فقرتنا الرئيسية النهاردة يمكن من الفقرات المهمة، ناس كتيرة جدا والمعنيين بها بيناقشوها باستمرار لأنه في تحديات، هناك تحديات بتواجه الصحافة الورقية. هنحاول النهاردة نجيب على عدد من الأسئلة المتعلقة بالمنافسة ما بين الصحافة الورقية والتقليدية، مش هقول الرقمية لأنه ما فيش منافسة ما بين الصحافة الورقية والرقمية، لا، هي المنافسة مع الوسائل التقليدية بشكل عام. وهناك دائما محاولات لمواكبة التطور التكنولوجي، الثورة التكنولوجية اللي موجودة واللي بنشهدها في كل دول العالم. طبعا مستقبل الصحافة الورقية في هذا العصر بيشهد تحديات في كل دول العالم، في ظل طبعا التطورات المتلاحقة، في ظل عصر التحول الرقمي وفي عصر الديجيتال بشكل عام، وغيرها طبعا من الأسئلة اللي حاول طبعا نطرحها مع ضيوفنا النهاردة علشان نشوف حلول ليها. إزاي نقدر إن إحنا في ظل هذه التحديات اللي بتواجه الصحافة الورقية على مستوى العالم كله، إزاي نقدر إن إحنا نفكر out of the box، خارج الصندوق، بأفكار غير تقليدية علشان نقدر إن إحنا نحافظ على مستقبل الصحافة الورقية، نحافظ كمان على العاملين في هذا المجال. آخر فقرة زي ما دايما بنعود حضراتكم بيكون معنا نموذج قدر إن هو رغم كل التحديات قدر ان هو ينجح، قدر ان هو يتميز في مجاله. النهارده النموذج اللي معانا قدر ان هو يحصل على جائزه اللواء احمد زهران للثقافه العلميه في مجال العلوم الاساسيه وتطبيقاتها لعام 2020. زي ما كنا بنقول لحضراتكم في انخفاض كبير في درجات الحرارة، رياح، أمطار من خفيفة إلى متوسطة في معظم محافظات الجمهورية، في متابعة من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مع عدد من المحافظين كان بالفيديو كونفرنس. موقف بقى حالة التقلبات الجوية والإجراءات المتخذة لمواجهتها، ووجه كمان المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف الميداني على الأرض، وأن يكون في كمان سرعة بكسح المياه باستمرار لضمان طبعا انتظام حركة السير على الطرق، خاصة طبعا السريع، علشان لما بيكون في تجمعات للمياه ده ممكن يؤدي إلى زحمة أو توقف الحالة المرورية. وجه رئيس الوزراء بوجود كمان مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق، فرق الإغاثة على الطرق السريعة، على وجه الخصوص طبعا عرض المحافظون الموقف في المحافظات المختلفة، ما يتعلق طبعا بمعدلات سقوط الأمطار اللي بلغت حد السيول في بعض تلك المحافظات وما نجم عنها طبعا من أثار. رفع عدد من محافظات الجمهورية درجة الاستعداد القصوى لمتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع
مع شكاوى المواطنين. وجه المحافظون رؤساء المدن والأحياء ومسؤولي شركة المياه والصرف الصحي بالوجود ميدانيا للتعامل الفوري للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار ورفع تراكمات المياه بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي. في انخفاض في درجات الحرارة منذ أمس، ومن المتوقع أن هو يستمر لحد يوم الجمعة. بالنسبة لغدا، فبتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بيسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. هنتابع دلوقتي مع حضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. ولكن زي ما كنت بقول لحضراتكم، الخبراء بيقولوا أنه هناك يعني أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة هنشهدها خلال الأيام المقبلة، وفي نفس الوقت رياح، ولازم بقى يعني نلبس تقيل ونخلي بالنا من الطقس. طيب، عندنا وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن كان في تأكيد على الالتزام بدعم جميع الجهود لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين. كان في بيان مشترك عقب اجتماع في ميونخ، شدد وزراء الدول الأربع على مواصلة التنسيق والتشاور بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، كما عبروا عن قلقهم بشأن التوترات المتزايدة على الأرض، وأشاروا إلى الحاجة الملحة لاستئناف المحادثات والمفاوضات الجادة والهادفة والفعالة مباشرة بين الأطراف أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك إطار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط. كذلك أكد وزراء الدول الأربع ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل دولتين وأفق السلام العادل والدائم. كمان عندنا وزير الخارجية سامح شكري أكد على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لاستقرار لبنان ومواصلة دعمه في مواجهة التحديات المختلفة. ده كان خلال لقائه برئيس وزراء لبنان، حيث أكد شكري على أهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا للبنان والحفاظ على تماسك نسيجه الوطني تلبية تطلعات شعبه نحو الاستقرار. وأكد كمان شكري أن مصر ستعمل من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل على دفع الطموح للوفاء بهدف تقليل درجة حرارة الأرض. نحن نرأس كوب 27 مؤتمر دول الأطراف القادم، ولذلك نحن سوف نتعاون مع رئاسة كوب 27 بحيث لا يتخلف أحد عن الركب ويشارك الجميع معنا، وندرك المصالح المختلفة والتنوع في التحديات التي نواجهها، ونتمنى أن نتمكن من التعامل مع كل ذلك من خلال توافق من منظور المسؤوليات المشتركة بيننا. نحن سوف نستمر في دفع الطموح للوفاء ب1.5 درجة مئوية تقليل في ارتفاع درجات حرارة العالم، ويجب علينا أن نبني الثقة كذلك. وهنا أنا قد عدت توا من مؤتمر الأفريقي الأوروبي، وهم كانوا يتحدثون فيه كذلك عن تغير المناخ، ونستطيع أن ندرك أنه لا يزال هناك مستوى من القلق في العالم النامي، وأن فجوة التمويل لم يتم تغطيتها، ويجب أن نقوم بكثير من الجهود في مجال التكيف.
وكمان عندنا وزير الخارجية سامح شكري أكد ضرورة التعاون بين مختلف الدول والحكومات للتعامل مع تحديات تغير المناخ. وخلال مشاركتي في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية أمام مؤتمر ميونخ للأمن، شدد شكري على أهمية الحفاظ على مناخ مستدام للأجيال القادمة. بلا شك قوة الدفع الذي تم خلقها في جلاسكو في كوب 26 يجب أن يتم الحفاظ عليها، ونحن أدركنا أن هذا تعاون بين الحكومات المختلفة والذي يتأثر بكثير من الصعوبات والتعقيدات الموجودة في النظام الدولي الذي يواجه كثير من الضغوط الآن، وهذا ينعكس دائما على كيف تتعامل الوفود مع المواضيع الدولية وكذلك تجنب نقاط الخلاف الموجودة والتنافس. ونحن نتمنى أن الخبرة التي تعلمناها من كوفيد-19 وتأثيرها العالمي وإدراكنا أن هذه التحديات العالمية يمكن التعامل معها في كل دولة على حدة أو بمعزل عن المصالح الوطنية، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع. نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس وعرفنا أن التعاون بين الدول هو السبيل الوحيد قدما للتعامل مع هذه التحديات، فكلنا سوف نتأثر سلبا ولدينا مسؤوليات تجاه الأجيال المستقبلية للحفاظ على قوة الدفع هذه للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ. بعد الفاصل، ملف بيعتبر من أهم الملفات، الصحافة الورقية، مستقبل الصحافة الورقية، العاملين في هذا المجال في ظل طبعا التغيرات المتسارعة للتكنولوجيا، الثورة الرقمية الديجيتال، عندنا صحافة كمان الانترنت دلوقتي بقت مكتسحة وبقوة. طيب ازاي هنقدر ان احنا نواجه كل هذه التحديات؟ بعد الفاصل. اقتحمت الصحافة الرقمية عالم الأخبار والموضوعات والصور بشكل عام في كل دول العالم، وأصبحت منافس قوي جدا للصحافة التقليدية اللي بتحاول دايما ان هي تواكب التطور اللي موجود طبعا في مختلف دول العالم. في ظل طيب هذا التطور المتسارع التكنولوجي الكبير، ايه هو مستقبل الصحافة الورقية في عصر التحول الرقمي؟ ازاي ممكن ان احنا نطورها بشكل غير تقليدي؟ ايه هو مستقبل كمان عشان نحافظ على مستقبل الصحافة والعاملين بيها؟ لابد من ان يكون في خطوات نفكر دايما بشكل غير مسبوق علشان نقدر احنا دايما نحافظ على مستقبل طبعا الصحافة الورقية. ارحب بضيفتي دكتور سهير عثمان، استاذ الاعلام بجامعة القاهرة، برحب بك. اهلا بك اخوتي. وكمان عبر الهاتف برحب بالأستاذ طبعا رئيس تحرير اليوم السابع الكاتب أكرم القصاص، برحب بيك يا أستاذ أكرم. أهلا بيك. احنا طبعا قبل ما نبدأ هذا الحوار هنشوف هذا التقرير عن مستقبل الصحافة الورقية في عصر التحول الرقمي. اقتحمت الصحافة الرقمية عالم الأخبار والمعلومات والصور في الكرة الأرضية وانتزعت من الصحافة التقليدية كثيرا من جمهورها، فالتحول الرقمي أحدث تغير كبير في كثير من معالم المهنة على مستوى العالم. التحديث اللي بيتم دلوقتي في الصحافة الورقية جزء مهم جدا هو ربطه بالصحافة الإلكترونية، يعني مفيش النوع ده من المنافسة بين الورقي والإلكتروني. عشان نحافظ على الدور الرائد لازم نراعي التطور التكنولوجي اللي بيحصل في العالم، فبيبقى في جورنال ليه ويب سايت ليه موقع إلكتروني، الموقع الإلكتروني بيبقى مختص بأنه ينشر الأخبار لأن الأخبار بتحصل لحظة بلحظة، الصحيفة الورقية بتبقى مختصة بأنها تنشر محتوى تاني، محتوى تاني هو ده اللي بيحافظ على ريادتها وعلى مصداقيتها وعلى استمرارها. وتمتاز الصحافة الإلكترونية عن الورقية بإمكانية الوصول السهل والسريع، لكن يظل للصحافة الورقية عشاق لا يبدأ يومهم من دون متابعة الأخبار عبر قراءة الجرائد الورقية. أرى أن الصحافة الرقمية ما هي إلا وسيلة جديدة ناتجة عن تغير التكنولوجي كلنا عايشينه، ناتجة عن تغير في آليات التلقي لدى الجمهور، أن الجمهور أصبح يتلقى عبر الشاشات مش عبر الورق.
وستظل الصحافة الورقية صاحبة السحر الخاص لهواة القراءة، وستبقى رمزاً لتراث وتاريخ عريق. دكتور سهير، زي ما كنا بنتابع، في أزمة في الإنتاج، في أزمة في التوزيع في الوقت الحالي، أثرت على اقتصاديات الصحف الورقية في العالم كله. شايف هذا الاتجاه نحو صحافة الإنترنت، لو ممكن نقول سببها إيه؟ هو الأول سعيدة بوجودي معاكي طبعا، والموضوع مهم جدا، ومهم جدا طرحه في الفترة اللي احنا فيها دي. هو قبل ما نتكلم على مستقبل الصحافة، احنا مهم أوي نتكلم على الحاضر. هو ده اللي هيخلينا نعرف بجد ان احنا نبص قدام ان هيكون في مستقبل بالفعل مضيء، مظلم، مستقبل غير واضح للمعالم. هو ده اللي احنا محتاجين الاول نبص عليه. فالواقع الصحافه الورقيه بيقول ان احنا عندنا مشاكل كتيره. المشاكل دي متعلقه بحاجتين مهمين جدا، متعلقه بالتمويل ومتعلقه بالاثر. ما هو الاثر الذي يتركه او تتركه الصحافه الورقيه في نفوس قرائها؟ ده اصبح يتراجع للوراء دلوقتي جدا. التمويل، احنا بنواجه مشكله كبيره جدا في التمويل نتيجه يعني ندره الإعلانات في كثير من الصحف الورقية دلوقتي. هي موجودة، ولكن ما بقتش موجودة زي الأول. فبالتالي احنا لو قدرنا ان احنا نعالج المشكلات دي، هنقدر ان احنا قدام نقول ان ممكن يكون للصحافة الورقية في مستقبل. ولكن الأهم من اللي احنا بنقوله، ماذا عن المتلقي؟ يعني التقرير اللي اتعرض من شويه كنا بنتكلم على ان اليات التلقي نفسها اتغيرت. فطبيعي جدا ان انا لو فضلت ابص تحت رجلي واقول ان الصحافه الورقيه ان انا لازم اعيد انتاجها مره اخرى، وان انا اعيد الصحافه الورقيه الى طبيعتها، طب ما انا ممكن استغل وجود الاليات الجديده اللي موجوده في التكنولوجيا الرقميه، وان انا احاول على قد ما اقدر ان انا انهض بالمهنه بشكل عام. فكره الوسيط نفسه هي دي اللي ممكن احنا نتناقش فيها فيما بعد، لان انا في صحف كبيره جدا عالميه قفلت وتحولت الى الانتاج الرقمي، وده لا يعيبها على الاطلاق، لانها ما زالت تقوم بنفس الدور وهو الاخبار والاعلام. هو ده دور الصحافه. صحيح. طب خلينا نتوجه كده للاستاذ اكرم. استاذ اكرم، طبعا احنا لو اتكلمنا عن الصحافه الورقيه في مصر فهي الحمد لله لو ممكن نقول لسه بخيرها، ولسه محتفظة كمان بقراءها حتى الآن، ولكن يعني حالها كحال حاجات كتيرة جدا محتاجة ان هي تواكب العصر، تواكب التكنولوجيا. ازاي نحافظ عليها؟ ازاي ننهض بيها؟ ازاي نحافظ كمان على العاملين في هذه المهنة؟ والحقيقة احنا يعني عندنا تجربة في اليوم السابع، لان احنا جورنال ديجيتال وفي نفس الوقت بنطلع صحيفة ورقية، ونطلع كمان التلفزيون الإخبار، يعني ما هوش قناة تلفزيونية لكن تلفزيون اليوم السابع إخبار. والمناسبة يعني عفوا على المقاطعة، عندنا كمان يمكن وسائل كتيرة جدا، مؤسسات حول مختلف دول العالم، علشان تقدر ان هي تواجه هذه التحديات المتعلقة بصحافة الانترنت، عمل التلفزيون. يعني دي كانت فكرة فعلا عملتها اليوم السابع، وفرق بشكل كبير جدا في تألقها بصراحة يعني الفترة الأخيرة. فاحنا الحقيقة هو الكلام على الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية أنها أدوات مختلفة، هي أشكال مختلفة. حتى الصحافة الورقية نفسها اللي بدأت الناس القدام شوية فاكرين أنه كانت بتطلع بتجميع الرصاص، ثم بعد ذلك الجمع التصويري، ثم الكمبيوتر، عمل نقلة كبيرة في الشكل وفي المضمون. لكن من سنة 2000 الكلام على انه الصحافه الورقيه بتتراجع لاسباب كتير، لكن الحقيقه احنا ما بنقفلش صحافه ورقيه ونفتح صحافه ديجيتال. الحقيقه ان هي كلها اشكال مختلفه، وحتى الصحافه الورقيه النهارده ربما الورق نفسه المطبوع ما يبقاش موجود، في نسخ احنا بنقول نسخ البي دي اف ونسخ الموبايل. والحقيقه انه المنافسه مش بس للصحافه، كل اشكال الميديا بتتغير بتغير العصر وبادوات التقنيات. بمعنى انه النهارده القنوات التلفزيونيه الناس بتشوفها على الموبايل، هل معناها ان التلفزيون تراجع؟ لا، معناها انه لازم يقدم النسخ الصالحه للموبايل، المنصات العالميه المختلفه. فاحنا بنتكلم على انه في تحديات مرتبطه بالتقنيه وبالتكنولوجيا، وكمان مرتبطه بجزء بيئه وجزء الخضر فكره الغابات والتغير المناخي، وفي مظاهرات بتطلع بره عشان عدم قطع الغابات والحرايق. ده تغير طبيعي، وبالتالي هو الناس بتخلط احيانا بين الصحافه وبين ادوات التواصل، لانه كمان ادوات التواصل والمشروعات الفرديه
اليوتيوبرز والانفلونسرز وكذا بيتدخلوا النهارده مع وسائل الاعلام. فالحقيقه القدره على استيعاب الادوات هي القدره على مجارات العصر، مش بنقفل هو نفس الخبر هو نفسه، ربما في كثافه اكثر في الاخبار، في سرعه اكبر في رد الفعل، في تغير اكبر في الشكل، لكن تظل الصحافه زي ما هي. الصحافه الورقيه بتحتاج اكثر، او الديجيتال حتى اللي بتتوسع في نيوز ليتر او في بي دي اف او في نسخ موبايل زي ما احنا بنعمل، دي هي نفس الشكل الصحافه الورقيه لكن خدت شويه من الصحافه الالكترونيه، ارقام اكثر، انفوجراف، ممكن بنعمل خلط بين الصوره والفيديو، ارقام زي ما قلنا الانفوجراف، صحافه المعلومات، صحافه الراي والتحليل، النهارده كل ده موجود. لكن في جزء العصر نفسه بيفرض منافسه من افراد ممكن، عشان كده احنا بنقول انه الصراع ما بين اللي هي الصحافه او بشكل عام الوسائل التقليديه ومنها التلفزيون زي ما حضرتك ذكرت بالضبط، وما بين طبعا اللي هو التقليدي والجديد. طيب دكتور سهير، في الوقت الحالي ماذا يريد القراء من الصحافه الورقيه؟ السؤال الصعب ده. لا هو خلينا بس يعني ايه يعني نتفائل شويه. لا يعني انا دلوقتي واحده بحب مثلا ان انا اقرا صحف كل يوم وبقى حريصه على ده، ولكن علشان استمر في ده وعلشان الجريده او الصحيفه تحافظ عليا لابد ان انا يعني يكون في وسائل جذب، فعشان كده إلنا طيب. القارئ محتاجه إيه؟ طيب إحنا دلوقتي بس خلينا نتفق إن إحنا الصحيفة الورقية بشكل يعني فني بتقدم لي نص وصورة بس، ما بتقدم ليش أي حاجة تانية، لا بتقدم لي فيديو ولا بتقدم لي مثلا وسائط متعددة، لأن هي دي الأدوات اللي موجودة في الصحافة المطبوعة. طيب إحنا بنلعب على إيه في الصحافة المطبوعة؟ بنلعب على المضمون، على طبيعة المضمون الجاذب. يعني أنا هنا مش هجذب انتباه القراء بشكل، أنا هجذبهم بالمضمون، بعكس الصحافة صحافة الإنترنت إن أنا بجذبهم أكتر ب الفيديوز بشرائط الصور بمثلا بملفات الصوت الكلام ده كله. فانا دلوقتي في الصحافه المطبوعه انا محتاج اكتر، او الصحافه الورقيه بشكل عام انا محتاج اكتر بص على اهتمامات الناس، ابعد شويه على ثقافه الترند اللي هي بقت مسيطره بشكل كبير جدا على الصحافه، على صحافه الانترنت، احاول بقدر الامكان ان انا يعني اجس نبض الناس بمشاكلهم، ايه اكتر حاجه هم بيحبوا يقروها، ايه طبيعه الموضوعات اللي بتجذب انتباههم. احنا هنا بنتكلم بقى عن التجربه الكوريه، يعني هي طبقت فعلا كل الحاجات دي. احنا بنتكلم على الطبيعي في اي وسيله اعلام ان هو بيشتغل على اشباعات القارئ بتاعه، تمام؟ فهي دي ده الطبيعي بالمناسبه، يعني هو الطبيعي ان الصحافه بتكتب لقراء ما بتكتبش لنفسها، دي مشكله كبيره جدا ان انت لما بتيجي تقري الجورنان احيانا ما بتلاقيش نفسك جوه الجورنان فممكن تبطلي ان انت تقريه. يعني انا مثلا من 12 سنه عملت رساله الدكتوراه بتاعتي على الجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي، من 12 سنه أنا كان عندي دكتور من 12 سنة على نفس الموضوع، إيه العوامل المؤثرة على قارئية الصحافة المطبوعة في مصر؟ كان من ضمن الأسباب اللي موجودة اللي لسه موجودة لغاية دلوقتي الصحافة الورقية فكرة العادة، إن أنا متعود أقرأ ورقة، إن أنا متعود إن أنا أشتري ورقة وأقراها، تمام؟ بغض النظر إن نفس المضمون ده موجود على وسائط إلكترونية، فهي دي الفكرة إن أنا إزاي أحافظ على العادة دي، وهي دي اللي لسه زي ما حضرتك قلتي في بداية كلامك، هي دي اللي لسه مخلية قراء الصحف موجودين، إن هم عندهم عادة قراءة الصحافة الورقية، فبالتالي لازم أعيد النظر في المضامين المتقدمة بشكل كبير بحيث إن أنا أقدر أحافظ على القراء وأجذب قراء جدد. خليني بقى نطرح السؤال ده على أستاذ أكرم. أستاذ أكرم، المحتوى الجيد والمتميز للقارئ، يمكن الجميع اتفق على انه لما يكون المحتوى جيد للصحيفه الناس هتقبل اكثر على الصحف الورقيه اكثر من الصحف الرقميه اللي يمكن بتتميز بالسبق، ولكن احنا الصحف الورقيه ممكن يعني بالمحتوى الجيد المختلف هنقدر ان احنا نجذب القارئ اكثر. ف تقييمك للي موجود في الوقت الحالي؟ هو طبعا يعني هذا الكلام نظريا صحيح، لكن عمليا رقم توزيع الصحف الحالي اقل من 1/10 من رقمه قبل 5 سنوات. لازم نفكر في ده بالتاكيد اللي فيه العاده والقارئ وموجود وكل حاجه، بس انا اذا انا استطيع ان انا اقدم نفس المضامين بطريقه ربما اسرع، ربما هي فكرة برضو أجيال، في أجيال ما تزال متمسكة بالصحافة الورقية، حتى الكتب الورقية يعني ممكن ما بيبقاش حابب الكتاب الإلكتروني، وبالمناسبة ملوش علاقة بالسن،
يعني في شباب بيقبلوا على الكتب الورقية وممكن ما يبتعدوا عن الكتب الإلكترونية، لكن اللي بقوله إن النهاردة الواقع بيفرض إن هذا الجهاز الصغير الموبايل هذه الشاشة بتقدم للقارئ وهو في بيته وهو في شغله وهو في العربية وهو في السرير وهو على المكتب وهو كده، بتقدم له كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي. وانا بقول ان يمكن الدكتورة اشارت لحاجة مهمة، ان بعض الصحف حتى برا العالمية هنقول في تجارب في بريطانيا، ما تزال الصحافة المطبوعة فيه لكن فيها تجارب كمان، صحافة المترو اللي هي مجانية بتمول من اعلانات صيغة، في صيغ مواقع الكترونية بتربط النسخة الورقية او البي دي اف حتى بالنسخة الإلكترونية وبتبيع المضامين. ربما هذه الثقافة مش موجودة عندنا، يعني في جزء إخباري نيويورك تايمز غيرها، حضرتك بتتكلم برضو نيويورك تايمز أو حتى الاندبندنت دي كلها قلصت بالمناسبة كمان صحافها، يعني قلصت من لا أيوة. كمان بتبيع مضمونها، يعني قصدي أنه ممكن أنا فكرة المضمون صحيحة أنه لازم يبقى عندي محتوى سواء هنا أو هنا. ليه؟ لأنه أنا ممكن في جزء يتباع يتقدم مجاني وفي جزء يتقدم بفلوس، ده الصيغ اللي موجودة برة. لكن هو الصحافة الورقية بس خلينا نقول بكل الصحف اللي في مصر النهاردة خفضت عدد أوراقها بشكل كبير لارتفاع تكاليف الطباعة، لأنه زي ما أنا بقول لما بتحصل مظاهرة في الدول اللي بناخد منها الورق أو حرايق أو غيره بيتضاعف الورق 10 أضعاف تكلفة الصحيفة الورقية، 10 أضعاف صحيفة المواقع أو غيره. مش كده، بالمناسبة في نقطة مهمة قوي أنتوا أثرتوها في الأول اللي هو الناس العاملين، أنا ما عنديش المشكلة دي لأن أنا عندي صالة تحرير واحدة، ما يبقى في نيوز روم واحدة بتقدم الصحافة الإلكترونية والتلفزيون والصحافة الورقية، هنا بتبقى صيغة أكثر نجاحا وأكثر قدرة على التعامل الاقتصادي مع الموضوع، لأنه طبيعة الصحافة الورقية زمان مش زمان قوي، يعني إحنا عصرنا صالة التحرير برنامج أسبوعي فيه 50 واحد بيطلعوه، النهاردة أقدر من خلال صالة نيوز روم مدمجة زي الموجودة عن يوم سابع أقدر أطلع كل الصيغ دي موجودة برة. بالمناسبة إنه لازم الحزبة الاقتصادية تبقى قائمة مع ده، أقدر أحافظ على النسخة الورقية لقارئها اللي هو بينتظرها فعلا، وبعض الجهات اللي بتحتاج نوع من التوثيق، وبالمناسبه ده كلام صحيح لانه في جهات حتى الان ده، وفي نفس الوقت ما حملش عبء اضافي ان انا كل هزه في سعر الورق او في غيره بتاثر، فيبقى نظريا انا بقدمها للقارئ بس في النهايه اذا كانت هتتكلف 10 اضعاف يبقى انا هقدر اقدمها ازاي، وفي هذه الحاله احافظ على الناس اللي شغاله ازاي؟ لا انا حافظ على الناس اللي شغاله، بيبقى عندي نيوز روم المدمجه، صاله التحرير المدمجه اللي هي بتقدم كل المنتجات الصحفيه. في هذه الحاله لو في نوع او سلعه مطلوبه وفيها ايمج وفيها تاثير اقدر احملها على الجزء الاعلاني او غيره، لان الاعلانات انا بقول ان السوشيال ميديا بتنافس حتى الصحافه والتلفزيونات النهارده. التساؤل ما بيبقاش النهارده الى اي مدى، لانه احنا بنتمنى انه يبقى في تكامل، يعني تمام هو المنافسه بالضبط موجوده ولكن نتمنى ان يكون فعلا في تكامل بالضبط. وطبعا الناس اللي تقول لك ان الصحافه الورقيه هتندثر في المستقبل، لا هو مش هتندثر ولكن لازم يكون في تراجعت ولكن لازم يكون في جهود فعلا للحفاظ عليها. ايوه بتاخد اشكال مختلفه، كمان صحيح بقدر اقدم البرنامج المطبوع في السوق واقدر اقدم نسخه للموبايل او صفحات البي دي اف للناس فعلا للتوثيق، لانه جزء مهم قوي الكتابه او نيوزليتر او غيره انه بيقدم خدمه. برضو خلينا نقول انه الشخص اللي رايح شغله او رايح جامعته او كده بعذره لما يكون عاوز يشوف كل اللي بيحصل في العالم في لحظه، لان لاحظ انه الاهتمام ما بقتش بالاخبار بس، ودي ظاهره مش مصريه، يعني مش الخبر المحلي بس، انا بشوف اللي بيحصل بين روسيا واوكرانيا، بشوف اللي بيحصل في مصر، والناس دايما بتبقى عايزه فعلا تواكب التطورات بشكل سريع. انا بشكرك جدا على وجودك معانا، رئيس تحرير اليوم السابع الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص، بشكرك على وجودك معانا وعلى يعني كل هذه المعلومات. دكتور سهير، احنا عندنا تجارب كتيره جدا لدول
يمكن احنا زي ما كنا بنقول الدول كلها بتعاني فعلا من من هذا الموضوع، الصحافة العالمية كلها بتعاني، ولكن في تجارب كتيرة لدول عديدة قدرت ان هي مش هقول يعني نجحت او فازت على الصحافة، صحافة الانترنت، ولكن قدرت انها يعني يكون في نفس اللاين، في نفس الخط، زي كوريا الجنوبية. يمكن حضرتك ذكرتي اكتر من حاجة هي طبقتها، ولما طبقتها فعلا بقى يعني بقى في ارباح للصحافه، يعني مثلا زي الاستقصاء، صحيفه الاستقصاء اللي هي بتعتمد على تجربه الذات. عندنا مثلا انه المواضيع اللي بتتكتب بعمق والقصص اللي بتتكتب بعمق، في القراء بقى هما كمان اللي يكتبوا، بقوا يشاركوا في الـ في الـ طيب الصحيفه. طيب انا عايزه بس اكد على نقطه، يعني استكمالا لكلامك، هو الصحافه الورقيه لن تندثر لان التاريخ بيقول كده. يعني هو التاريخ بيقول ان ما فيش وسيله اعلام ظهرت خلصت على اللي قبلها، يعني احنا كانت الصحافه الاول، بعد كده الراديو، بعد كده التلفزيون، فالثلاث وسائل موجودين لغايه دلوقتي، ودلوقتي موجود صحافه الانترنت. طيب الجزء اللي حضرتك بتتكلمي فيه فيما يتعلق بتجربه كوريا الجنوبيه، هي التجربه دي طبيعيه جدا، لان طبيعه المضامين اللي بتتكلم فيها اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي فيما يتعلق بالموضوعات العميقه، الموضوعات العميقه والتحليلية الاستقصائية والتحليلية غير مناسبة اصلا لطبيعة الصحافة الإلكترونية. القارئ، لا انا بتكلم هنا على لا انا فاهم حضرتك، انا بتكلم ان هي دي الورقية، دي اللي تنفع الصحافة الورقية بالزبط. فهو ده انا شايفة ان ده الباب التاني اللي نقدر ندخل منه للصحافة الورقية، الحفاظ على طبيعة هذه الموضوعات، وان انا اطورها، وان انا امرن كمان، اعمل دورات تدريبية، ويكون في تنوع لكل الصحفيين بالظبط، هو في تدريبات للصحفيين في الاطار ده، يبقى في تنوع كمان ما بين الذكور والاناث، يعني في تسمعي كل الاراء، يعني يبقى في اراء كلها موجوده، تقري كل الاراء للذكور والاناث. هو ده طبيعي الوقت. هو ده طبيعي فكره يعني الموضوعيه في تناول اي موضوع داخل اي صحيفه ورقيه لازم يحمل كل الاراء، يعني فكره ذكور واناث دي يعني فكره جنديه شويه، ولكن لا انا مش قصدي كده، انا قصدي فكره ان هو تنوع، انا يكون عندي تنوع في الاراء بغض النظر عن نوع الشخص اللي بيتكلم، يعني حضرتك فاهمه قصدي، لكن احنا بنتكلم لا لانه من ضمن كمان التجارب ان احنا مثلا في بعض اقسام المراه بتشوفي مثلا صحفيين رجال بيكتبوا وجهه نظرهم عن قضايا المراه. طب وايه المشكله في كده؟ احنا ممكن نعمل كده، ما هو ده الطبيعي ان انا يكون عندي، هي الفكره كده. ان بيبقى فيه لا هو الفكره انه بيبقى فيه بعض القوالب النمطيه عند بعض الناس، ان مثلا قسم الرياضه يبقى اولاد بس او رجاله هم اللي يكتبوا في الرياضه، وقسم المراه مراه بس، لا ما فيش حاجه اسمها كده. وده بيحصل هنا وده بيحصل هنا طبعا، ده حاصل هنا، بس انا طبعا في الفتره الاخيره شايفه عدد كبير جدا من الصحفيات الفتيات بتكتب في الرياضه بشكل رائع جدا جدا بصراحه، وانا بشوف ارائهم موضوعيه جدا وتحليليه جدا، اهدى شويه مش قصه اهدى، قصه ان هم عندهم علم، يعني هو ده الاهم. يعني انا مش باخد الراجل علشان هو راجل وينزل يغطي مثلا الماتش او يصور، ما انا بشوف دلوقتي مصورات في الملاعب بتصور، مفيش اي شيء. يعني اسالك نظرتك لمستقبل الصحافه، ولا تقول لنا حلول بقى براكتيكال عشان نقدر لا هو يعني لو احنا عايزين بقى يعني يبقى على الارض بقى احنا محتاجين اولا ان احنا نعمل دورات تدريبيه كبيره جدا جدا للصحفيين على الفنون الصحفيه المختلفه اللي هي مش بيشتغل عليها بشكل كبير في الصحافه الورقيه، نبدا نديهم دورات تدريبيه في هذه المجالات، في الكتابه الصحفيه بشكل عام، في التغطيه الصحفيه عن بعد كمان، لان جائحه كورونا اللي احنا عايشين فيها بقى لنا سنتين دي فرضت علينا نمط معين من التغطية الصحفية هم لازم يتعلموها، لان احنا لغاية دلوقتي عايشين فيها احنا مش عارفين ممكن يحصل ايه قدام، فمهم قوي ان هم يكون عندهم قدرة على استخدام كل الاليات، ان هو الصحفي يكون ملم بكل اليات الصحافة سواء المطبوعة او الورق او الرقمية، زي ما الاستاذ اكرم قال احنا بنتكلم على غرفة اخبار مدمجة، فطبيعي جدا انه يكون الصحفي قادر على التعامل مع كل الياتها، فده مهم جدا. صحيح. يبقى الاهم هو الصحفي، وبالتالي هو هيقدر على تنويع المضمون، هيقدر على مواكبة التطورات، هيقدر يعيش في ظل التهديدات الخاصة بتراجع الصحافة الورقية. أنا بشكرك على وجودك معنا دكتور سهير عثمان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وزي ما احنا يعني متفقين أن الصحافة الورقية محتفظة حتى الآن بقرائها، لسه الحمد لله بخير، في تحديات ولكن بنحاول أن احنا دايما نطور من وسائلها، دايما بنسمع حلول من يعني من أصحاب الخبرة علشان نقدر دايما ان احنا نطور فيها.
شكرا لحضرتك وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. لسه مكملين بعد الفاصل. دكتور شريف فاروق حصل أستاذ باحث بقسم الاستكشاف على جائزة اللواء أحمد زهران للثقافة العلمية في مجال العلوم الأساسية وتطبيقاتها لعام 2020. بيعمل الدكتور شريف فاروق أستاذ مساعد في قسم استكشاف البترول بمعهد بحوث البترول بالقاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا، وعمل في هيئة المساحة الجيولوجية المصرية لمدة 11 سنة، واكتسب خبرة ميدانية واسعة. هو معانا ومنورنا، برحب بك دكتور شريف. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. مجال الجيولوجيا هو يعني مستقبل مصر زي ما بنقول. كلمنا أكثر عن هذا التخصص الجيولوجيا وأهميته بالنسبة لنا إيه؟ هو في الحقيقة أنا بحب أرحب الأول بالسادة المشاهدين، وبحب أن أنا أشكركم أن أنتم بتسلطوا الضوء على العلم والعلماء، العلم الذي يرفع بيوت العز والكرم. بدون بصراحة العلم وتسليطه إحنا في مشكلة أساسية. يعني العلم دلوقتي زي ما كنت قاعد من شوية، تغيير المناخ والكورونا، العلم هو اللي هيحل كل المشاكل دي. انا زي ما حضرتك تفضلت، انا باحث بشتغل وبس، ما سافرتش بره، كل ابحاثي عملتها في مصر. عملت تقريبا اكتر من 130 بحث دولي انترناشونال، الفت حوالي 6 كتب، شاركت في حوالي 6 كتب تاليف. برغم ذلك منتدب في اكتر من جامعه في مصر، بدرس في اكتر من جامعه في مصر. الانتداب في مصر كل الناس عارفين ان هو ما فيهوش اي قيمه ماديه، انما انا بسعد ان في اجيال بتطلع متعلمه. الجيولوجيا زي ما حضرتك تفضلتي هي المستقبل، ولكن الجيولوجي هو الجندي المجهول في مصر. معنى هو يستكشف خامات وبعد كده بيخش بعد كده المهندس والكيمياء، وهي دي طبيعه الحياه. ولكن لو جينا نقول ان الجيولوجي هو الجندي المجهول، سواء جاز، زيت، معادن، فلزات او لا فلزات، هو الجيولوجي هو اللي بيدور في الجبال ديت، وهو اللي في الاخر خالص هو اللي بيكتشفها. بيرسم يعني زي رسم خرائط لمناجم، لذهب، احنا حضرتك احنا لو جينا قسمنا مصر، ودي خرائط فعلا هيئه المساحه في التسعينات وانا عملت فيها، عملت خرائط سموها الميتالوجينيك، فقسمت مصر حضرتك كل مكان انا اقدر استخدمه ازاي. احنا عندنا خامات في مصر مش موجوده على مستوى العالم خالص. للأسف الشديد مثلا زي خام، احنا عندنا انقى حجر جيري في مصر موجود في المنيا، انقى حجر جيري للأسف الشديد هو بيستخدم في الطوب، انما المفترض يخش في الطب، المفترض يخش في الادويه. ده ما هو الدواء دوت على فكره دلوقتي بقى عندنا جيولوجيا طبيه وجيولوجيا سياحيه. فالناس تيجي تقول لك ايه جيولوجيا طبيه؟ البني ادم اصلا هو الا تراب، فالتراب هو الاساس. التراب حضرتك اللي احنا بنتكلم بيه دوت هو المفترض ان انا اعرف استخدمه ازاي واضيف القيمه المضافه اليه، ما صدرهوش كده هو. فهو علم فعلا هو الجندي المجهول. احنا مثلا عندنا حضرتك وادي زي وادي انا، في الوادي دوت قاطع من راس غارب وصابب في انا. لو تخش حضرتك تبص في الوادي دوت تمشي مئات الكيلومترات، عندنا رمله الازاز، انقى رمله على مستوى العالم، انقى رمله على مستوى العالم اللي بيطلع منها الازاز. للاسف الشديد احنا لو جينا قلنا والله احنا دي رمله ازاز، أرض زراعية، تربة هائلة جدا، خامات زي الجرانيت على اليمة الثانية من ناحية البحر الأحمر، ده كله مش مستغل. المفترض إن احنا نسلط الضوء عليه.
والمفترض ان احنا نشوف والله احنا الاماكن دي كلها انا هستخدمها ازاي، والدراسات اللي ممكن اعملها علشان اطلع واستفاد والقيمة الإضافية والاقتصاد بتاع مصر يزيد. عشان كده بقول الجيولوجيا هو الجندي المجهول. كلمنا برضو عن طبيعة العمل بتكون عاملة ازاي، بتكون يعني بتبقى حضرتك معاك كرو، معاك فريق عمل، بتبدأوا في رسم الخرائط مثلا لعناصر معينة سواء بقى للغاز أو للذهب أيا كان، يعني يعني شكل العمل بيكون عامل ازاي؟ هو ببساطة حضرتك احنا الجيولوجيا هو علم الأرض، هو بيخص علم الأرض دوت لإما تحت السطح تحت السطح، ودوت عادة البترول هو اللي شغال في بستكشف على بترول أو غاز أو مية جوفية، لإما فوق السطح. فوق السطح إن أنا لو الخامات ديت مكشوفة فبنبدأ نمشي في الجبال ونبدأ ناخد عينات، العينات دي نبدأ نحللها وبالتالي بنبدأ نشوف الأماكن ديت هي اقتصادية ولا مش اقتصادية، ازاي اخليها اقتصادية لو هي مثلا التحليل فيها يعني مش طالع للنسبة اللي مطلوبة او الايكونوميك، ازاي هحسن القيمة المضافة، هضيف ايه. حضرتك بتقول لنا انه احنا عندنا كنوز في مصر، في طبعا تنوع صخري، ولكن في نفس الوقت عندنا كنوز محتاجين ان احنا نستغلها بشكل اكبر زي ذكرت المنيا مثلا. ايه تاني؟ الرملة البيضاء، الفوسفات، ده بالنسبه للصخور اللي هي رسوبيه، في صخور ناريه كتيره جدا عندنا، الذهب، النحاس في سيناء، حاجات كتيره جدا. كل الخامات حضرتك احنا المفترض زي ما قلت حضرتك نمسك نبدا من حيث انتهى الاخرون، نبدا بالخرايط اللي معموله اوريدي فعلا ونبدا نقول والله احنا هنيجي نشتغل على المنطقه ديت. المنطقة ديت عندنا شباب كتير جدا ممكن يشغلهم، وادي هنا دوت يكفي لكل خريجين الجيولوجيا لو انت اديتهم مناجم صغيره 100 متر في 100 متر يشغل فئات كتيره جدا وعماله بقى. الجيولوجيا هيجيب معاه مهندس وهيجيب معاه كيميائي وهيجيب معاه حفارين، هيجيب ناس كتيره جدا. عشان كده بقول ان يعني انا طبعا بكرر شكري لكم ان انتوا يعني في ناس كتيره جدا لما تقول لك جيولوجيا هو عارف ان هو خدها في الثانويه العامه مثلا وده خدها حديثا، يعني ده زمان ما كناش يعرفوا قبل الزلزال 92 ما كناش نعرف يعني ايه جيولوجيا. انا ذات نفسي كنت جاي من الجبل وطالع من الجبل وحد قابلني بيقول انت شغال ايه، قلت له جيولوجيا، قال لي دي ايه يعني ما. فبالتالي الجيولوجيا دلوقتي تغيير المناخ اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بندرس للطلبه حضرتك الماضي مفتاح الحاضر، لو ما فهمتش الماضي بتاعي مش فاهم الحاضر بتاعي. تغييرات المناخ اللي بتحصل دلوقتي اللي حصلت في الاعوام السابقه لازم ادرسها واشوف سواء في احتباس حراري سواء في تغير في الكلايماتولوجي في المناخ، ايه اللي ادى لكده وايه النواتج اللي طلعت بشكل الكره الارضيه عشان يديني الشكل ده. وبالتالي انا لو ما فهمتش الماضي بتاعي مش هفهم الحاضر بتاعي. طيب جهود حضرتك في هذا المجال؟ وحضرتك انا زي ما حضرتك تفضلتي انا باحث، بشتغل في معهد بحثي، ومش هقول لحضرتك ان انا في المعهد البحثي دوت كان في زميل سافر بره، انا قلت لحضرتك انا ما سافرتش بره غير مؤتمرات، فبقول له انا عاوز اسافر بره، قال لو سافرت بره هتعمل ايه؟ يعني انت بالحال دوت وشغال وبالامكانيات اللي موجوده دي، مش هقول لحضرتك امكانيات افظع من كده، بالامكانيات ديت وشغال زي ما قلت لحضرتك طلعت اجيال كتيره، طلعت لمزه كتيره جدا. اتنين حضرتك ابحاثي دلوقتي في حضرتك بتعتبر من اللي هو ال 2% المؤثرين على مستوى العالم، افضل في مجالي 2% في مجال الجيولوجيا طبعا. في مجال الجيولوجيا دي حضرتك جامعه ستانفورد هي اللي بتطلع التصنيف ده بقى لها سنتين، باحثين كتير، بروجكت كبير جدا، فبيطلع في كل بلد مين ال 2% المؤثرين على مستوى العالم، بيطلع ال 2% دول في كل بقى الطب والصيدلة والهندسة. في مجال الجيولوجيا. في مجال الجيولوجيا الحمد لله دي لتاني سنة اسمي بيظهر في وسط القائمة اللي بتتحط هو بيبقى شيء تكسل فيه الأسماء بتاع العلماء دول المؤثرين على مستوى العالم، شغلهم مؤثر، أبحاثهم بتتقري، بتتطبق ولا ما بتتطبقش، مين قراها، كم دولة قرتها، الانتشار بتاعها لها عوامل كتيرة جدا، تأثيرها بالظبط. عشان كده هم يعني ترجمتها 2% من المؤثرين على مستوى العالم. فالحمد لله ده بفضل من الله يعني، و
ان اسمي لتاني مره، دي تاني سنه حضرتك يعملوا التصنيف ده، فتاني سنه انا في جيولوجيا اسمي ظهر فيه. فخورين بيك. تسلمي جدا جدا. تسلمي. وحضرتك يعني قدوه لينا كلنا في الاجتهاد وفي التميز، كمان في تميزك في مجالك. طبعا مبروك على التصنيف، طبعا دي حاجه مشرفه جدا انه اسمك يكون موجود يعني 2% فقط من المؤثرين على مستوى العالم في مجال الجيولوجيا. فبنشكرك على وجودك النهارده معانا وكل التوفيق لحضرتك. انا اللي بشكر حضرتك. شكرا. شكرا يا فندم. دكتور شريف فاروق، احنا لسه على الهواء. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ان شاء الله بكره حلقه جديده ويوم جديد برنامج اخر ساعه.